في كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة هو الطريق. غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة الدنيا غربة معتنا قلابة، غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة الدنيا غربة معتنا قلابة. ارحمنا يا رب يا رب ارحم يسوع الرب يا رب ارحم. وعدوني اخواتي وما تخلوا، ساعدوني ومجدي يسوع علوا، سندوني وبإيدين بتشجع، كانوا طلباتي استجابة. مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده ودايما متجددين معاكم على شاشتكم المحبوبه قناه الطريق، دائما في كل مكان. كل سنه وحضراتكم طيبين، وتهنئه خاصه النهارده، والنهارده عيد الام في مصر، كلنا بنحتفل بعيد الام، وكل سنه وكل ام طيبه من قلوبنا. حقيقي سعداء جدا نكون معاكم النهارده، وبالمناسبه الجميله ديت تحياتي لكل ام. طبعا نقدر نقول على الام المثاليه هي السيده العذراء المطوبه مريم، ام المسيح اللي حملت المسيح في احشائها 9 شهور وجابت المسيح العالم علشان يكون لينا حياه وليكون لينا افضل. عشان كده النهارده مع حضراتكم خلال برنامج يا رب ارحم، احب اقول بقى بالنسبه للعالم البشر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، لكل ام ضحت وكل ام تعبت وكل ام شالت وحضنت كلها الحنيه والامومه الحقيقيه، اقول لها كل سنه وانت طيبه. وقد ايه كمان بقول لامي برغم اللي هي في السماء، لكن بقول لها وحشيني يا امي. لكل ام حقيقية ادت من تعب وجهد وتربية، كبرت جوزت وشالت الحمل، كل سنة وهي طيبة. قد ايه الأم مثال عظيم في حياة كل الأبناء، في حياة كل البنات. الأم اللي شالت، الأم اللي سهرت ليالي علشان تكون بتقدم الحب الحقيقي اللي ممكن ما نكونش لاقيينه في الناس التانية، لكن مهما حصل من الأبناء فالأم هتفضل أم. الأم اللي بتحب
الأم اللي بتضحي براحتها عشان خاطر ولادها، الأم اللي ياما بتسهر وياما سهرت على تعب أو راحة ولادها. لما يكون الابن تعبان ويقول آه، تسمع صوته حتى لو فين في البيت. لو الابن تعبان ما تنامش طول الليل عشان تقدر تكون بتداويه. وكمان بقول للأم المؤمنة قوي اللي بتعلم ولادها من صغرهم المواظبة على الكنيسة وحضور الكنيسة والاجتماعات والقدسات، الأم الحقيقية هي اللي بتبني في ولادها الطاعة والمحبة، اللي بتطلعهم على مبادئ صحيحة، اللي بتطلعهم على قوائم ثابتة ولم يتهزوا مع الرياح العالمية. عشان كده بقول النهاردة لكل أم جميلة قدام شاشتنا، شاشة قناة الطريق، من خلال برنامج يا رب ارحم، وبالنيابة عني وعن أسرة قناة الطريق والمسؤولين كلهم، بنقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين. لكل أم جميلة قاعدة قدام شاشة قناة الطريق نعم. وعايزة أقول لكم النهاردة أتمنى من كل قلبي طبعا التليفونات هتكون مفتوحة، وأي ابنة جميلة أو ابن جميل حابب يكون بيهدي أمه بركية خاصة وتهنئة خاصة ولها كل سنة طيبة يا حبيبتي يا أمي، عبر أسلاك التليفون على شاشتنا وعلى منبرنا قناة الطريق، بنرحب بكل تليفوناتكم. تقدروا تكونوا بتعملوا كده النهاردة معانا، عايزين تكونوا بتطلبوا أيضا طلبات صلاة ونكون بنصلي مع بعض. أمين. القلب والمنبر مفتوحين ليكم النهاردة، وكل وقت بنتقابل معاكم على شاشتكم المحبوبة قناة الطريق. عشان كده أحب طبعا أكون بسمع تهنئاتكم لبعضكم البعض، ولسيما ان في بنات موجودة هنا في امريكا سواء او في استراليا او في اوروبا او في البلاد العربية، بيبقوا حابين يكونوا بيهنوا امهاتهم وابهاتهم موجودين في مصر، فليه لا اللي احنا نكون بندخل النهاردة ونكون بنهنيهم ويسمعوا أصواتنا الجميلة على شاشة قناة الطريق. دي هتبقى جميلة قوي وهتبقى لفتة جميلة. عايزة أقول لكم لما الأم بتسمع البركية على التليفون أو من خلال شاشة قناة الطريق أو من خلال شاشة التلفزيون عامة، بتبقى قد إيه الفرحة الجميلة بداخلها إن أولادها مش ناسينها حتى لو هم في آخر مكان في الدنيا. قد ايه بتبقى لفتة جميلة من الأبناء. عشان كده بشجعكم النهاردة، وكمان الأزواج والأباء ليه لا اللي هما يكونوا النهاردة بيعيدوا كمان على زوجاتهم وزوجاتهم الأمهات اللي هما شالوا قد ايه وتعبوا في حياتهم وربوا وكبروا. ودلوقتي هنقول كمان الست ممكن تكون بتعمل دورين، ممكن تكون بتعمل دور الأم في البيت وكمان بتشتغل برة عشان تكون بتساعد كمان في مصاريف البيت مع الزوج. فالست بتعمل مش دور واحد مهمتها بس في البيت مع الأولاد، لكن أصبحت السيدة سيدة مجتمع. دلوقتي الست بتخرج تشتغل عشان تكون بتكفي مع الحياة، الظروف الصعبة والحياة الصعبة اللي عايشين فيها دلوقتي. فالأم كمان بتنزل لأنها زوجة وعايزة تكون بتساعد جوزها في مسؤولية البيت، فبتنزل أيضا تكون بتشتغل عشان تقدر تكونوا هما الاتنين بيكفوا مصاريف البيت. احنا بنصلي النهاردة لكل أم على شاشتنا قناة الطريق، بنقول لكم
حقيقي حقيقي أمهات فاضلات رائعين، بنحبكم جدا كل سنة وأنتم طيبين. وعبر شاشة قناة الطريق بقول أيضا لحماتي طنط إلين كل سنة وأنت طيبة يا جميلة، ربنا يباركك ويحافظ عليكي ويخليك لينا دايما على مدار السنين اللي جاية، ودايما تكوني سعيدة وشايفة أبنائك دايما بخير وبركة، وديتيني أحلى هدية زوجي الغالي جوزيف نصر الله، بشكرك جدا. وكمان بهني إخواتي الجميلات الأمهات الفاضلات، هي أختي منال الكبيرة بهنيكي، بقولك ربنا يخليك لينا حبيبتي، موجودة في مصر، وأيضا أختي إيناس ودينا موجودين هنا في أمريكا معايا، بشكر ربنا من أجل بيوتهم لعائلاتهم، ربنا يخلي لكم ولادكم وتفرحوا دايما بيهم دايما على الدوام، ربنا يخليهم لكم ويخليكم دايما ويخلينا لبعضينا البعض كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأم مرة تانية، والكل أم طبعا. أنا يعني لو أعرف كل الأسامي أقول كل الأسامي، لكن حابة أكون بديلكم النهاردة الأغنية الاجتماعية الجميلة بمناسبة عيد الأم اللي دايما ممكن نكون بنسمعها على قد إيه كلمات، الكلمات نفسها قد إيه مؤثرة في حياتنا بوجود الأم في حياتها وحياتنا وعملت إيه في حياتنا. وأحكي لكم بعد الأغنية أمي زرعت إيه في حياتنا وطلعتنا إزاي، خمس بنات وربتنا إزاي وكبرتنا إزاي. تعالوا مع بعض مع الفاصل اللي جاي، وبقدم هذه الأغنية الاجتماعية لعيد الأم النهاردة لكل أم جميلة موجودة قدام شاشة قناة الطريق الآن. كل سنة وإنتم طيبين وعيد أم سعيد عليكم كلكم حبايبي جميع الأمهات على مستوى أنحاء العالم كله. تعالوا مع الفاصل مع الأغنية وارجع لكم بعد الفاصل. بعد الأم في
دعوة حلوة فتحة سكة مقفلة بعد الأم فيه يهدي باله اللي في عياله الدنيا كلها مفتوحة له وراضية عليه قلبها فوق الخيال أعمل لها تمثال اللي سهرت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جبال أعمل لها تمثال اللي طيبت قلبها فوق الخيال أعمل لها تمثال اللي سهرت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل سمحتك الجنة تحتك ده اللي ربنا قال عليه بعد اللي عملتيه أعمل إيه يوم في اللي وصلتيني بعد اللي عملتيه من حنانك من سمحتك الجنة تحتك ده اللي ربنا قال عليه بحبك يا أمي اللي قدر في الهدف في دمي وعايش بيه
بحبك يا أمي. نقول أمي أمي لغاية آخر يوم في عمرنا، حتى لو هي راحت السماء لكن هنكون دايما بنفتكرها. لكل الأمهات كمان، لكل البنات والولاد اللي فقدوا أمهاتهم وراحوا السماء، أكيد أكيد عايشين على الذكريات الجميلة والوقت الجميل اللي قضيتوهم مع أمهاتكم. أحكي لكم شوية عن أمي. أمي الجميلة ماما بالنسبة لي كانت صديقة، ما كانتش أم بس، كانت دايما تاخدني معاها. حتى ماما كانت رئيسة قسم الخزنة في التأمينات الاجتماعية، وماما كانت حبوبة قوي، كان كل الموظفين يحبوها وكانوا يحترموها جدا. ربتنا على المبادئ الأساسية والصحيحة، خلتنا زي نكون كمان معتمدين على نفسنا، الاعتماد على النفس، فهو شيء جميل جدا لما يكون الإنسان بيعتمد على نفسه حتى من صغره. كانت دايما تاخدني في جولات في شغلها، لأنها كانت بتنزل تعمل تفتيشات، لأنها في التأمينات الاجتماعية، فكانت دايما تاخدني معاها أنا شوية أو ممكن إخواتي شوية، لكن يمكن الأكتر كان علي أنا. بتنزل تكون بتفتش على المحلات، مين اللي ما دفعش التأمينات بتاعته، مين اللي دفع، ومين عمل، بتعمل حصر كامل مين دفع أو ما دفعش، وكانوا بيحترموها جدا. وفي نفس الوقت كانوا بيخافوا منها لأنها كانت شديدة في التعاملات بتاعتها، كانت شخصيتها قوية. اول ما تيجي داخله كده لصاحب محل، اتفضلي اتفضلي يا مدام، اتفضلي يا مدام، اعملوا لها الف سلام وتحيه، لانها كانت حقانيه قوي، كانت شايفه شغلها حلو جدا، احترام وتقدير من اكبر راس في شغلها، المدير العام، المدير المساعد، نائب المدير، زمايلها، كانت رائعة جدا في شغلها دايما. ويوم ما تغيب يوم يعني الشغل تعبانة أو حاجة، يعني حقيقي كانوا مقدرينها جدا جدا ودايما يسألوا عليها. ربتنا التربية الصحيحة من صغرنا، نروح الكنيسة، احنا كنا نروح كل الطوائف، مفيش طائفة معينة كانت تأيدنا بيها، لكن كلنا كنا مفتوحين نروح كل الكنائس، ترنيمات وتسبيحات ومؤتمرات وقوافل واجتماعات واجتماعات انتعاشية، اجتماعات روحية، بنروح الأديرة. ياما احنا كنا ساكنين جنب كنيسة العذراء في حلوان، فعايزة اقول لكم ياما كنا بنروح تبع الكنيسة جميع الأديرة، كل الأديرة يعتبر زرناها. فازاي ربتنا انا واخواتي على المبادئ الصحيحة،
كانت تقول لنا تروحوا مدارس الاحد. انا كنت افتكر كده استاذ شهدي في كنيسه العذراء كمان كان يجي يفوت علينا. كان مسميني جيرمان جير. كان استاذ رائع جدا، يمكن يكون هو سامعني دلوقتي. وبحيي كمان كل القاده في الكنيسه الرسوليه، على راسهم طبعا الاخ جمال النقي، يعتبر اب روحي كان لينا، وطبعا جناب القسيس توفيق وتوفيق مليكة، والقسيس ابراهيم هو راح السما دلوقتي الكنيسه الانجليزيه، الكنيسه الكاثوليك. كنا بنروح كل الكنائس، تعلمنا تعليم مسيحي صحيح، طلعنا مؤمنين، لان من صغرنا واحنا في الكنيسه كانت ماما واحنا صغيرين تقول لنا كده تاخدوا الربع جنيه ده. عارفين الربع جنيه زمان؟ كان زمان بقى، شوف من كام سنه، من اكتر من 30 سنه، 35 40. كانت تقول لنا كده واحنا رايحين الكنيسه، كان سننا 5 سنين 6 سنين، خدوا الربع جنيه ده 15 قرش تحطوها في العطا، والعشر ستاغ تجيبوا بيها حاجة تاكلوها أو تاكليها، لأن كل واحد كان ليه المصروف بتاعه. فإزاي نكون بنعلم أولادنا إن في جزء من المبلغ اللي معانا ده مش بتاعنا، ده بتاع يسوع، ده بتاع الكنيسة، ده بتاع الخدمة. اتعلمنا مبادئ رائعة جدا من صغرنا. طلعنا معتمدين على نفسنا من صغرنا. كانت يعني تدينا نصايح وفي نفس الوقت تراقب من بعيد. الاعتماد كانت تروح مثلا تودينا المدرسة واحنا صغيرين، اول يوم تاني يوم وتيجي تالت يوم رابع يوم، تشوفنا هنعمل ايه، هنروح ازاي، وممكن تكون بتورينا الطريق وتسيبنا وبعد كده عينيها برضو ورانا. يعني انا افتكر امي لما كانت تلمحنا كده من بعيد علشان يبقى برضو عينيها علينا، لكن في نفس الوقت عايزة تكون بتخلينا نعتمد على نفسنا اعتمادا كليا من صغرنا. هي وبابا طبعا، هي وبابا موجودين في السماء دلوقتي، لكن ما اروع الهنا صالح اللي بيدينا افضل وافضل الذكريات، واللي بيذكرنا بذكريات جميلة قضيناها مع أبائنا وأمهاتنا. لكل حد النهاردة فقد أم غالية عليه، ربت وتعبت وسهرت عشان خاطره، عشان خاطرها، دايما دايما حطوهم في صلواتكم وباركوهم، لأن أمي ثم أمي أمي. وطبعا أكيد طبعا بنقول لكل الآباء اللي بيتعبوا أيضا مع أبنائهم كل سنة، وحضراتكم طيبين وخير أيضا، لأن الأب كمان بيتعب علشان يقدر يكون بيدي الاستقرار العائلي من مجهود بيعمله عشان يقدر يكون بيلبي طلبات بيت ويقدر يكون بيصرف على بيت. يمكن حكيت لكم الملخص عن حياتي الطفولية من طفولتي لغاية كبري. طبعا الكنيسة واجب
ده اساسي مش واجب خلاص بنعمله، لكن ده كان حياه اساسيه. دراستنا نفس الحكايه، مدارسنا، كل ده اتذكره دلوقتي مع حضراتكم. ومن وقت للتاني بقعد افتكر احلى ذكريات، ذكريات الطفوله قضيتها مع ابويا وامي. كل سنه وحضراتكم طيبين. اغنيه ست الحبايب نفسي اكون بهديها النهارده لكل ام، وايضا بهديها لامي اللي هي في السماء. من ضمن برضو الاغاني الجميله قوي اللي هنفضل على ذكراها حتى لو مرت سنين وسنين وسنين وسنين، هنفضل برضو فاكرين وبنتاثر جدا بالاغنيه دي، بنتاثر بيها في حياتنا جدا. لكل حد حقيقي عايش على ذكرى هذه الاغنيه حتى لو بقاله كتير من السنين عدت، لكن اكيد اكيد بتاثر فيه وبتاثر فينا كلنا. ست الحبايب يا حبيبه، انت امي، وبهديها طبعا لحماتي ولكل اخواتي الكرام ولكل ام جميله قاعده قدام الشاشه. الاغنيه جاهزه معانا؟ ست الحبايب يا حبيبه، لو طلبت دلوقتي، لو سالت كم حد حابب يكون بيسمع الاغنيه دي، يمكن سمعتوها كتير النهارده في كل المسلسلات او التلفزيون المصري، وتتردد على طول كمان في الراديوهات والتلفزيونات وفي كل مكان، والفيسبوك التعليقات الجميله اللي موجوده والاغاني الجميله، وكل واحد بيهدي كده امه بالتحيه وبيهديه بالاغنيه الجميله ديت. انا كمان حابه اكون بهديها لكل ام النهارده، لان فعلا فعلا الاغنيه دي عايشت وما زالت عايشه جوانا من جيل لجيل، لكنها ما زالت عايشه. عمرنا ما هنكون بننسى. يمكن الاغنيه الوحيده اللي فعلا فعلا كبرنا عليها وهتفضل في ذكرياتنا على مر السنين اللي جايه، ولن ننساها ابدا، لكن بنتاثر بيها جدا، ويمكن دمعتنا بتنزل اثناء ما بنسمعها لانها فعلا مؤثره. يعني كل الاحوال مؤثره على حياتنا جميعا. هنطلع بالفصل مع الترنيمة وبهديها مرة تاني لكل أم جميلة وحنينة وأمورة موجودة قدام قناة الطريق في برنامج يا رب ارحم. تعالوا مع بعض مع ست الحبايب يا حبيبة انتي أمي، وارجع لكم تاني. غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة ست الحبايب يا حبيبي.
يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل طيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الغبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة
ورجعنا لكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين بعد ما سمعنا يا ست الحبايب يا حبيبة أمي. وطبعا عايزة أقول كل حبايبنا الأمهات بقى الصغيرين اللي لسه متجوزين وجايبين بيبيهات جداد، وأكيد حسيتوا بتعب الأم قد إيه لما جبتوا البيبيهات الصغيرين وتعبكم معاهم، حسيتوا بقيمة الأم الحقيقية وبتفتكروا طبعا أكيد كل يوم تقدموا دعوة خاصة لأمهاتكم علشان خاطر التعب اللي انتوا عايشين فيه. أكيد الأمهات الكبار تعبوا أيضا عشاننا، كل حد فينا لازم يكون فعلا بيفتكر أمه كل لحظة بعد التانية. من برنامج يا رب ارحم مرة تاني بنقدر نكون بنستقبل تليفوناتكم معانا عبر التليفونات القناة وعبر الفايبر، هنكون على اتصالات مع بعضينا وهنكون كمان بنحيي بعضينا البعض، واللي حابب يكون بيقدم تهنئة عبر الشاشة لأمها لمامتها لباباها لأمه بقى لهم فترة طويلة يمكن ما سمعش صوتها، لكن جت فرصة النهاردة عشان نكون كلنا بنتصالح مع بعض ونقدر نكون بنرد ولو جزء من الحاجات الحلوة اللي أمهاتنا عملتها لنا حتى بمكالمة جميلة، تحية ليها ولكل أم. وأيضا اللي حابين يكونوا بيتابعوا معانا وبتصلوا بينا عشان يكونوا عايزين تلبس صلاة، بنكون أيضا متحدين معاكم بصلاة خاصة النهاردة من أجل كل طلبة صلاة لتقدم إن الله يكون موجود وبيسمع استجابة صلاة. عشان كده هناخد معانا أول تليفون قناة الطريق. يا رب ارحم. ألو ألو ألو، مساء الخير. أيوة معلش أنا ابن الرب اللي بكلمك. ابن الرب، أهلا بيك يا ابن الرب. حضرتك بتكلمنا منين؟ من أسيوط. اهلا بيك وكل اهلي اسيوط. اتفضل اخونا الغالي. كل سنه وانتم طيبين. مش عارفه زوجتك طيبه؟ معلش بكلم بعد البرنامج حاجه ضروريه يعني ماشي. امين امين. طب ممكن حضرتك تسيب رقم التليفون؟ بقول ايه؟ رقم تليفونك معانا صح؟ يقدر المخرج يكون بيكتبه لي واكون على اتصال معاه بعد البرنامج. يمكن يكون مش حابب يكون بيتكلم على الهواء، نتكلم معاه برايفت. امين اخويا الغالي، ربي يباركك. ايوه. محتاج اي طلبه صلاه طيب دلوقتي؟ محتاج اي شيء؟ عايز تقول لمامتك كل سنه وهي طيبه؟ عايز تقول اي حاجه؟ انا عايز اشكر برنامج بالسيارات ضروري. طيب حاضر حاضر اوكي، خلينا متواصلين مع اخونا بعد البرنامج يكون على تواصل معايا. عايزه اكون بسمع تهنئاتكم لامهاتكم، لكل واحده جميله معانا تليفون. طيب ناخد التليفون اللي جاي. قناة الطريق يا رب ارحم. الو. انا عايزه اسمع منكم بصراحه تهنئاتكم لامهاتكم. النهارده حلقه عيد الام في برنامج يا رب ارحم، فأكيد أكيد هكون عايزة أسمع تهنئاتكم ومحبتكم الكبيرة لأمهاتكم وأيضا طلبات الصلاة نقدر نكون. ألو 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 ألو. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا مدام رانيا؟ الحمد لله، نشكر المسيح. أهلا بحضرتك، كل سنة وأنتم طيبين. معك حبيب من درمواس المنيا. أهلا بيك يا أخ حبيب. أنا وانت وانت حبيب طيبة. كل سنه وماما طيبه. انا عندي طلب الصلاه ليها يا مدام رانيا. اهلا بيك، ازيك يا اخ حبيب؟ اتفضل. انت حبيب الرب؟ نعم. انت عارف ان انت حبيب الرب؟ هي انا وجعها يا مدام رانيا، عاوزك تصلي لها الله يخليك. امين. دي مراتك؟ مراتك والدتي ام نادي. والدتك. امين ام نادي.
امين باسم يسوع. أمين ارجوك اذكرها في صلاتك يا مدام رانيا. امين. انا هصلي معاك دلوقتي اخ حبيب. انا اللي كلمتك زي النهارده على خصوص ام مكاريوس. اه اهلا بيك اهلا بيك. امين يا اخ حبيب. الله يخليك اذكر. الله يخليك اذكريها عشان مش هتشوف خالص بعينيها، واذكريها في صلاتك يا مدام رانيا. حاضر حاضر. انا هصلي معاك دلوقتي اخ حبيب. عندك دقيقه تفضل معايا باسم يسوع. يا رب انا بصلي يا رب الان في اسم يسوع تقدر تكون بتروح الان لام نادي مامة اخونا حبيب اللي معايا على التليفون الان، تقدر يا رب توصل لها الان بشفاء يا رب لعينيها من كل تعب في عينيها. انا اثق واؤمن بانك اله حي واله قادر على كل شيء، ولا يعثر عليك اي امر. بلمسه شافيه منك تقدر تقول للعالم كله كن فيكون، تقدر تقول للمرض ابعد، تقدر تزيل كل مرض في اسم المسيح. باسمك يسوع الان بغطي ام نادي بالدم في اسم يسوع من كل خطر وشبه خطر على عينيها. اديها عين جديده تقدر تكون بتشوف فيها رؤيه جميله في الوقت اللي جاي، ونشهد بصنيعك معانا يا ملك الملوك ورب الأرباب. لا يعثر عليك أي أمر في اسم المسيح. آمين آمين يا أخ حبيب. كل سنة وماما طيبة، وباسم يسوع نكون بنسمع منك أخبار جميلة في الوقت الجاي. طلبنا شفاء والرب صالح يقدر يكون بيعمل شفاء الآن في اسم يسوع. آمين. الرب صالح إلى الأبد رحمته. وبنطلب شفاء النهاردة لكل حد محتاج شفاء من مجد المسيح، من قوة يسوع يقدر يكون بيشفي. معنا تليفون آخر قناة الطريق. يا رب ارحم. ألو. مرحبا. مرحبا. كل عام وانت بخير. وانت وكل أم طيبة بخير. وانت طيبة حبيبتي. كل سنة وانت طيبة. انت كمان بشكرك جدا لمعايدتك معانا لكل ام النهارده. اشكرك. ربي يباركك. سمعي ام الحنونه دوما معك، وهي رجائي في ساعه حزني. قدوة نهد ومريم ام المعظم. امنا القديسه العذراء مريم. أخت رانية، أتفضل. أسبوع كنت أنا بالإعادة، وقلت لي أنا هم عندي صلي لي أنا بالإعادة. الصوت عندنا كلش مشوش. فثاني يوم بالإعادة مع البرنامج أنا سمعت تقولين صلي لي. أي فأنا أشعل شمعة ليسوع ومريم من أنا صغيرة. شعلت لي الشمعة وصليت لي. صرتي زينة؟ أمين. أنت صليتي لي؟ قلتي لي شمعة وصليتي لي، أنت بتقولي كده دلوقتي؟ تاني يوم، تاني يوم، بشكرك جدا. ده إيه الخبر الجميل ده؟ إيه الخبر الجميل اللي أنا كنت في بالك يعني من وقت الحلقة لتاني يوم؟ ده ايه الخبر الجميل ده؟ ده انا سعيده جدا اللي انا دايما في بالكم يعني. دايما في بالكم. اخت رانيا اشوفكم هسه وباكر بالاعاده همين اشوف البرنامج. امين يا حبيبتي. انت عايزه الاعاده الوقت الساعه كام؟ لو المخرج يقدر يساعدنا ويقول لنا وقت الاعاده بكره الساعه كام يبقى كتر خيره. يعني هنكون بنبلغك، ممكن نكون بنكتب لك برضه رساله ونقول لك احد. نحاول نعمل كده. بس بشكرك جدا. بس اوعى تنسي كمان تحطيني دايما في صلاتك وتولعي لي شمعه في الكنيسه، وكمان تحطي الخدمه والقناه في صلاتك دايما. بليز حبيبتي اختي الغاليه. انا بشكركم جدا. انا بشكر كل حد انا فكره وفي باله دايما وبيصلي من اجلنا. بشكركم جدا. يعني انا عجزة عن التعبير، لساني عجز عن التعبير والشكر والمحبة. يعني المحبة تفوق، فعلا محبتي تفوق اكثر مما تتخيلوا كمان.
لكل حد فينا، بشكركم جدا. وانا كمان بحبكم كتير كتير، وبحب كل اخواتي واحبائي عبر العالم كله. انا بشكر ربنا ان المحبه متبادله بيننا وبين بعض، وايضا الاحترام متبادل بيننا وبين بعض، واحنا ملناش غير بعضينا، بنكون قوه وسند لبعضينا البعض في اي مكان بنروح فيه. وبلاقي اخويا، بلاقي اختي في المسيح، اخواتي في المسيح، قاعدين ولو حتى في اخر العالم، ونكون حتى في زياره او بنتجمع مع بعضينا، قد ايه بيبقى فيه حب واحترام متبادل. انا بشكركم جدا. من على هذا المنبر بقول لكم تحياتي لكل شخص بيشاهدنا ومتابع معانا وبيحب البرنامج موت، وانا كمان بحبكم قد كده. وما زلت برضو في طلبي اقول لكل حد، احنا عايزين نكون بنعيد على بعضنا البعض الحلقة النهاردة عشان نكون بنسمع اصواتنا لبعضنا البعض. حابين يكون عندكم طلبات صلاة ايضا تقدروا تكونوا بتقولوها ونصلي مع بعضنا، امين. نقدر نعمل كده، ونقدر نكون بنرفع صلاتنا لملك الملوك ورب الأرباب، وأيضا نسمع أصواتنا لأمهاتنا ونقول لهم كل سنة وإنتوا طيبين. دي أقل حاجة تقدروا تكونوا بتعملوها النهاردة، تكونوا بتسمعوا أمهاتكم. تحية من خلال قناة الطريق. قناة الطريق، يا رب ارحم. ألو ألو. ايوه. الو، مساء الخير. مساء النور، اهلا بيكي. ايوه، برنامج الله يرحم. ايوه، يا رب ارحم. اتفضلي يا حبيبتي. يا رب. انا مدام ايمان. اهلا بيكي مدام ايمان. مين؟ من بني سويف. من بني سويف، احسن ناس، ربنا يبارككم. اتفضلي. اهلا بيك. انا عايزه اعيد على كل ام عايشه. العيد ده كان أول عيد أقضيه من غير مامتي، لأن مامتي توفت من قريب، وبابايا كمان توفى معاها. أنت زيي بقى. أنا عايزة أقول تجربة. أنت زيي، أنت زيي، أنت زيي مدام إيمان. أنا برضو بابا وماما في السماء. يا رب يخليك. بس كنت عايزة أقول بقى على تجربة حصلت يعني النهاردة، إن أنا وإخواتي رحنا النهاردة عشان ماما مش موجودة، رحنا بيت دار المسنين في البلد، وقضينا الوقت هناك. كان يوم جميل جدا جدا. روعة. رب يخليك. فقضينا يوم جميل جميل يعني. واتمنى ان كل واحد يفقد امه يعني، ويجي يوم زي ده يفرح الامهات اللي ماماتهم اللي ولادهم مش بيبقوا معاهم يعني. فكان روعة. يوم حلو يعني لينا وليهم يعني. التجربة كانت حلوة. أتمنى أن كل واحد والدته مش موجودة يقضي عيد الأم بهذه الطريقة يعني. الطريقة كانت حلوة وجميلة، وإحنا اتبسطنا وهم اتبسطوا كتير يعني. بس ودينا هدايا بسيطة كده، بس كان يوم جميل ومفرح للكل يعني. فأنا حبيت أقول الموضوع ده على أساس أن كل واحد والدته ما بتكونش موجودة يقضي اليوم ده، فهو هيتمتع والناس كمان الأمهات هيتمتعوا معي. فكان مكان عندنا أم واحدة بنعيد مع 15 20 ام يعني، فكان يوم جميل. الله يعني. الله. بصراحة أنا بحييك يا مدام إيمان، أنت وإخواتك اللي أنتوا فكرتوا تكونوا بتعملوا كده، وبتروحوا دار المسنين وبتعيدوا مع كل الأمهات اللي هناك اللي موجودين في دار المسنين. ده شيء رائع جدا، وأنا بحييك كمان لدعوتك لكل شخص حابب اللي فاقد امه ومش موجوده يقدر يكون بيروح دار المسنين في يوم زي كده. وده اللي عملناه فعلا مع مراسلتنا نرمين في اسكندريه، ورحنا دار المسنين وقدرنا نكون كمان بنعيد عليهم. ويا رب يا رب نقدر نكون بنعرض الحلقه النهارده في اخر البرنامج. قد ايه الفرحه الجميله لما بيشوفوا يعني ولاده بنات زي اولادهم بالظبط بيروحوا بيزوروهم في يوم زي كده. ويمكن يكونوا الناس الامهات اللي في دار المسنين دول يكونوا اولادهم مسافرين بره، يكونوا مش موجودين، بس
سامحوني لو اقول ممكن يكونوا رامينهم في دار المسنين وما بيسألوش فيهم. فجي الوقت والفرصة ان كل واحد يكون بيروح لدار المسنين لكل الامهات الموجودة هناك ويقدروا يكونوا بيعيدوا عليهم بالفرحة الجميلة دي. فانا بشكرك جدا وتحياتي ليك ولاخواتك الكرام، حقيقي حقيقي فرحتي قلبي حقيقي، يعني ده اجمل اجمل حاجة ازاي نكون فعلا كلنا بنعملها. انا بشكرك قوي يا مدام ايمان بجد، انا بشكرك قوي. دار المسنين دوت لو تقدري تقولي العنوان علشان برضو الاحبه لو حابين يكونوا بيعرفوا العنوان في بني سويف. يا رب يخليك. حابه تقولي هو فين بالظبط في بني سويف عشان تقدري الاحبه لو بتكلمك على طول يعني. ميرسي خالص. ميرسي حبيبتي دايما، يا رب منورين في وجودكم وانتوا كمان بتبقوا منورين باصواتكم الجميله اللي بسمعها، بحس ان الحياه ليها طعم، الحياه جميله. يعني زي ما بيقول قدوهات، يعني الحياه ليها 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 طعم مختلف لما بسمع اصواتكم الجميله. امين. ربنا يكون بيكمل مع كل مع كل اسره ومع كل ام. وكمان بقول كل ام فقدت فقدت سواء ابن او ابنه من ولادها، سواء في احداث اللي حصلت في الايام اللي فاتت من الارهاب، سواء سواء توفوا بمرض معين، سواء فقدوهم في حالة صعبة أو في وقت ما يعني اتخطفوا خطف كده. لكن عايزة أقول لكم ربنا يصبر قلوبكم ودايما تفتكروا الذكريات الجميلة وانتوا قاعدين معاهم. وأنا عارفة بيبقى قد إيه الأمهات اللي فقدوا أبنائهم بيبقوا متألمين جدا جدا جدا، لكن حلو قوي لما تكونوا دايما تقدروا كمان تكونوا بتزوروا في دار الأيتام، تقدروا تكونوا بتروحوا هناك بتقدموا زي بالظبط الولاد فقدوا أمهاتهم بيروحوا دار المسنين. ممكن كمان الأبناء أولياء الأمور اللي فقدوا أولادهم يكونوا كمان بيروحوا محتضنين أولاد فعلا ما لهمش أمهات في دار الأيتام. أنا بشجعكم من خلال هذا المنبر إن تكونوا بتروحوا بتزوروا الأماكن دي، لأن فعلا كلنا محتاجين نبقى قوة وسند لبعضنا في الوقت الجاي، مش بالكلام لكن بالعمل والفعل. وإنتوا تروحوا بكل حب بعض الهدية الجميلة اللي بتقدموها للولاد الصغيرين، قد إيه بيبقوا فعلا محتاجين قوي لمسة جميلة وحنية سواء من أب أو أم. أنا بشجعكم تعملوا كده. أمين. وما زلت بقول محتاجين نكون بنسمع أصواتكم للناس، لأصدقائكم، لحبايبكم، لأمهاتكم، لكل الأمهات الفاضلات الجمال اللي حابين يكونوا بيسمعوا من أولادهم من خلال هذا البرنامج. بنقدر نكون متابعين معاكم، حقيقي حقيقي فخورة بكل حد بيقدم برقية خاصة لوالدته وتهنئة من خلال الهواء، خلال القناة بنقدر نكون بنسمع أصواتنا وأصوات بعضنا. قناة طريق، يا رب ارحم. ألو ألو ألو، مساء الخير. مساء النور. أهلا بيكي. كل سنة وحضرتك طيبة. ألو ألو، مساء الخير، اتفضلي انت معانا على الهوا. ألو بالظبط، أنا سامعاكي. أنا سامعاكي، اتفضلي. أنا نعم طلبة صلاة لمارينا بنتي. لمارينا باسم يسوع. انت بتكلمنا منين حبيبتي؟
فيها كهرباء زيادة ومؤخرة في الكلام ويعني ديها 18 سنة بتاخد علاج وهي زي ما هي، فأرجو صلاة ليها وربنا يمد إيده إذا كان مرض أو محاربات. ربنا قادر على كل شيء. أمين باسم يسوع. بتقولي لي إن مارينا بقالها حوالي 18 سنة بتاخد علاج مظبوط، وكهرباء زيادة في مخها ما بتقدرش تكون بتتكلم، ده اللي أنا فهمته مظبوط؟ فأنا حابة مدام رانيا تصلي معاها دلوقتي. أمين 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 يا حبيبتي، أنا معاكي على الهوا. بس مارينا جنبك؟ مارينا جنبك؟ حبيبتي سامعاني؟ الو؟ طب هي يعني تعبانه شويه. امين، انا عايزاكي بس تحطي ايديكي عليها لو مارينا جنبك، حطي ايديكي عليها الان، حطي ايديكي على راسها. يا رب يسوع بشكرك يا رب من اجل محبتك العظيمه يا رب اللي بتجمعنا، بشكرك يا رب من اجل اختي اللي معايا على الخط دلوقتي يا رب، وطالبه طلبه صلاه لبنتها مارينا اللي عندها كهرباء زياده في المخ، تقدر الان ترسل شفاءك ليها في مكانها بقوه حضورك في حياتنا، تقدر بسلطانك يا رب. يا رب بنعلن سلطانك الآن على بنتك مارينا، تشفيها شفاء تام يا رب. لو الأطباء لو الأدوية لو كل شيء عجز قدامهم، انت يا رب صاحب القوات وصاحب الشفاء، وانت الطبيب الشافي اللي تقدر بكلمة واحدة منك تقول للمارينا قومي فتقوم، تقدر يا رب تشفيها من كل كهرباء زيادة في المخ باسمك العجيب المبارك. بنتهر كل قيود الشر حوالين مارينا الآن، بنتهر كل عمايل إبليس من على البيت الآن، بنتهر كل شوشرة حواليهم، انك تكون بتروح يا رب وروحك يرفرف حواليهم الان في اسم رب يسوع، وشفاء الان لبنتك مارينا من كل كهرباء زيادة في المخ. 18 سنة تعبوا، لكن انت يا رب بكلمة واحدة منك تقول لها قومي، انا اثق واؤمن لينا اله حي وقادر يفعل أكثر مما نطلب أو نفتكر بحسب غناه هو في المجد. ليه كل المجد يا رب في وسطينا. آمين آمين حبيبتي. إحنا صلينا يا رب يا رب باسم يسوع، واثقين قوة يسوع وقوة الصلاة اللي موجودة الآن ورفعناها الآن. الوقت الجاي تكوني بتتصلي بينا وتفرحينا بإيد يسوع الشافية القديرة. هو ده إلهنا، هو ده إلهنا اللي يقدر واللي بيشفي اللي بيثق فيه واللي بيؤمن فيه. هو اللي يقدر يكون بيحرك العالم ده كله عشان خاطرك انت وعشان خاطرك انت، يقدر يغير كل القوانين عشان شخص واحد، يقدر يكون بيعدل كل الأمور عشان شخص واحد بيطلبه وعنده إيمان وثقة بأنه هيديله أحلامه، هيديله طلبة صلاته وهتتحقق في يوم من الأيام، وهيشهد بوجود وعظمة إلهنا الصالح، الإله اللي الكتاب بيقول كده أبرع جمال من كل بني البشر. هو أبرع حاجة موجودة، أبرع جمال، يعني مفيش في جماله ولا بهائه، ما شفناش
ولا هنشوف في قدرته وعظمته. هو ده الإله الحي اللي يقدر على كل شيء. في اسم يسوع لكل حد طالب وعنده إيمان موسيقى إن الله يقدر إن هو يكون بيستجيب بكل أحلامه بكل طموحاته بكل طلباته يحطها قدام العلي النهاردة. الرب يقدر، صدقوني يقدر. لما بكون بطلب حاجة كده صدقوني أقول يا رب أنا واثقة فيه، خلاص أنا ربيت كل حاجة عليك أنت، وتقدر أنت تكون بتسدد، أنت تكون بتمشي. ألاقي يسوع موجود في وسطها فلن تتزعزع حقيقي. ولو حتى عدى الهزيع الأول فينك يا رب مش شايفينك، جه الهزيع التاني يا رب انت لسه ما جيتش، وانت قلت اطلبوني تجبلونني انت لسه ما جيتش، الهزيع التالت يجي يا رب احنا خلاص بقى فقدنا الامل وخلاص فشلنا، لكن يجي اخيرا والهزيع الرابع. الله بيدبر كل الامور، دايما يجي في الهزيع الرابع، بس محتاجين شوية صبر وإيمان أكتر فيه. الله موجود، اوعى تفقد إيمانك، اوعى تفقد أملك ورجائك في المسيح، اوعى تلوم الرب في يوم من أيام وتقول له فينك، مش موجود ليه، ايه اللي حصل، انت بعدت عني ليه. لكن ممكن تكون كل الأمور دي بتضيق، لكن كل الخيرك في الآخر. فأنت ما تلومش ربنا، لكن أشكر ربنا يوم بعد يوم على إحساناته الجميلة. في كل يوم إحسانات الرب جديدة في كل صباح، كل يوم كل يوم تشكره على كل نفس بتتنفسه داخل وخارج. هو ده إله اللي محتاجين نكون بنعبده وبنشكره. في الحقيقة برنامج يا رب ارحم، انتوا طبعا متعودين قد ايه الرب بيبعت من خير، وبنقدر نكون كمان بندي خير لإخواتنا اللي محتاجين من خلال برنامج يا رب ارحم، واكيد متشوقين زي بالظبط اللي انا اكون بشوف اللي ربنا عمله وصنيعه معانا في برنامج يا رب ارحم مع الأحباء اللي روحنا زرناهم في الوقت اللي فات في قرى الصعيد في قرى أسيوط. وفعلا أحبائنا كانوا محتاجين قوي من خير ورحمة حقيقي، وروحنا باركناهم. لكن قبل ما نكون بنعرض معاكم الحلقات أو الحالات اللي روحنا زرناها قبل كده واتمتعنا بحضور ربنا وبركات ربنا العظيمة اللي اتباركوا بيها، تعالوا بسرعة نطلع بالفاصل اللي جاي وارجع لكم، انتظروا. غلابة ظروفنا ماشية ضدنا غلابة قلابة، الدنيا غربة معتنا قلابة غلابة، وظروفنا ماشية ضدنا غلابة قلابة، الدنيا غربة معتنا قلابة. ارحمنا يا رب يا رب ارحم يا صاعد الرب يا رب ارحم، وعدوني اخواتي وما تخلوا، ساعدوني ومجدي يا صعلوا، سندوني وبقدين بتشجع، كانوا طلباتي استجابة. Thank you.
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل علشان نكون بنكمل معاكم باقي حلقتنا ونفرحكم باللي ربنا عمله من خلال برنامج يا رب ارحم مع الست إنعام. رحنا للست إنعام كان عليهم شوية مديونيات، كان عليهم حاجات صعبة قوي، وطبعا والراجل تعبان ما بيتحركش. هنشوف أكتر في الزيارة التانية للست إنعام وجوزها وأولادها، اللي ربنا بعت لهم بركة. هنروح لهم بسرعة نتعرف عليهم تاني وارجع لكم بعد هذا التقرير عشان نكون بنكمل مع بعضينا باقي حلقتنا. أعزائي مشاهدين قناة الطريق، برنامج يا رب ارحم كده ليسون، النهاردة موجودين للمرة الثالثة عند مدام إنعام. مدام إنعام أحب أفكركم بيها، جوز عليها فلوس وكان حد شاكيهم، وحد إن كان مشكلة إن لو ما سددتش الفلوس اللي عليها كان جوزها يتحبس، ولحد النهارده في مشاكل وفي قضيات مرفوعه عليه. احنا النهارده جايين نفرح قلبها. ازيك يا مدام إنعام؟ الله يسلمك خصوصيه، الله يسلمك. ايه اخبارك، عامله ايه؟ الحمد لله نشكر ربنا. مدام إنعام، لا احنا مش عايزينك تزعلي، احنا عايزينك تبقى كده مبسوطه، لان انت عارفه ان ابطال قناه الطريق واولاد المسيح ان هم عمرهم ما بيتخلوا عن اي حد، ودايما قناه الطريق موجوده في كل حته وبرنامج يا رب ارحم. فمش عايزينك تضايقي كده، تكوني فرحانه، واحنا جايين برضك بنديك المبلغ دوت، وبنقول لك ان قناه الطريق وابطال قناه الطريق وراكي ومش هيسيبوكي. اشكر قناه الطريق واشكر كل عمل فعل خير، واشكر كل واحد ساهم في حاجه، وهو ربنا يتولاني ويتولى عيال، عشان انا مرفوع عليا شقوى اليوم 28/3 هتحكم على جوزي، وهو ربنا كبير. انا ما عنديش غير 3 عيال، والتلات عيال انا طالبهم من ربنا، وهو انا عايزه اصب اوضه بس عشان ايه؟ عشان عيال بس. السقف قدامكم صوروه وشوفوه، واشكر كل واحد ساهم فعل خير. اشكر قناه الطريق وقناه المسيح. طبعا هو المسيح اللي بعت لك المبلغ دوت، احنا بنشكر اولا واخيرا المسيح. وعايزه تقولي ايه للي بعت لك المبلغ ده؟ اشكر واشكر، وان شاء الله يطول عمره يا رب، ويخلي لي عياله ويستر عليا ويحوش عن بلاء الدنيا يا رب. انا زي ما واقعه في ضيقه، هو انا يا رب يفك ضيقته، يفك ضيقه كله من ضايق. ورجعنا لكم مع بعض، وقد ايه مدى الفرحه الجميله في حياه الست إنعام لما رحنا لها، اختنا الجميله اللي محتاجين نكون بنقف معاها اكتر واكتر في الوقت الجاي. عشان كده رغبتي معاكم ان حابب يكون بيكمل مع الست إنعام وباقي الديون اللي عليها وباقي الطلبات اللي عليها، وعايزه كمان تسقف الاوضه عشان خاطر اولادها صغيرين ومحتاجين لأوضة مسقوفة. يا ريت يعني لو تقدر تكون انت كمان بنفسك تكون بتروح وتعمل كده وتجيب مقاول وتتفاهم مع المقاول، وتقدر تكونوا بتصبوا لها الأوضة اللي هي محتاجاها، يبقى ألف خير وبركة على حياتك لما تكون بتبارك الغير وبتبارك إخواتك. وفي الحقيقة احنا بنتكلم النهاردة كمان وبالمناسبة جميلة في عيد الأم، عايزين نكون بنفرح قلبها كأم، عايزين نقول لها انت أم مسؤولة عن أطفال صغيرين، وهي ما بتشتغلش يعني هي ما فيش حتى شغل بتقدر تكون بتروح لأن ولادها صغيرين. ويمكن لما شفت في التقارير الوقت اللي فات أولادها صغيرين، فما بتقدرش تكون بتروح ولا بتنزل ولا بتروح، عايزة ترعاهم. فالهدية اللي حابين بقى نكون معاها النهاردة وبنقدمها لها، ان حد كده يكون بيتابعنا ويقول انا محتاج اكون بزور اخت الغاليه وجوزها واولادها، واكون بساعدهم ان انا اكون بسقف لهم السقف اللي هم عايزينه. ودي الفرحه لما بنكون بنتقابل مع اخواتنا للمره الثانيه او الثالثه او الرابعه، عشان نكون بنقول لكم يا جماعه الحالات قدامكم، تقدروا تكونوا يمكن تكونوا انتوا عارفينهم لكن مش عارفين عن حياتهم حاجه، قد ايه هم محتاجين. وجه المنبر ده عشان يكون بيعرفكم
في واقع الحياة اللي هم عايشين فيه. يمكن يكون جيرانكم وانتم مش واخدين بالكم اللي هم محتاجين شيء معين او حاجة معينة، وبالصدفة فتحتوا التلفزيون في برنامج يا رب ارحم لقيتوهم على الشاشة. ايه ده؟ ده فلان الفلاني، ده فلانة الفلانية، ايه ده؟ هم فعلا في احتياج؟ لا، لازم اقوم بسرعة واروح لهم واساعدهم. والمنبر اللي بيورينا مشاكل بعضينا البعض عشان نقدر نكون قوة وسند لبعضينا، وزي ما بقول برنامج يا رب ارحم هو قوة وسند لبعضينا البعض، هو اللي بيخلينا دايما حنينين على بعض. ايه ده؟ ده فلان الفلاني، ده انا عارفه. ايه ده؟ ده واقع في مشكلة، ازاي اكون بسرعة اجري واروح له واقف جنبه؟ هو ده هدف برنامج يا رب ارحم. لو انت عارفه مش لازم حضرتك تكون بتتصل بينا، انت تروح له على طول وتقوله انا شفتك في برنامج يا رب ارحم، انا شفتك في برنامج يا رب ارحم. مش عيب يا جماعة لما نيجي نتكلم كلنا مع بعضينا، مش عيب ولا حرام ان حد يكون بيقول مشكلته. ممكن يكون في حد عارفك وحابب يكون بيساعدك لما شافك معانا في برنامج يا رب ارحم، يبقى انت كده يعني قدرت تكون بتوصل لقلوب الناس من خلال التلفزيون، من خلال عرض حالتك من غير ما تتكلم معاهم مباشرة. يبقى اللي حابب يكون بيعمل حاجة يروح على طول، مش مستني ان لفة بقى برنامج يا رب، لا انت روح قدم. لكن في ناس حابة تكون بتقدم للبرنامج ككل عشان نقدر نكون بنزور الناس وبنديهم اكتر وبنباركهم اكتر. الناس اللي محتاجين كم اجهزة، الناس اللي عندهم باترو محتاجين اجهزة تعويضية، الناس اللي محتاجة كراسي متحركة. ودايما اقول برنامج يا رب ارحم هو بيشوف يعني الاولويات ايه. الناس اللي تعبانة قوي، المرضى اللي محتاجين ادوية ومحتاجين يتعالجوا ويروحوا للدكاترة. حقيقي أنا فخورة بكل شخص بيقدم ويقول أنا محتاج أكون بساعد الأسرة الفنية أو البرنامج. يا رب ارحم كل أحبائنا كمان الموجودين هنا، هو في أمريكا أو في أستراليا أو في البلاد العربية. يعني عايزة أقول لكم إن شاركوا في هذا الأمر، لأن محتاجين، عندنا حالات كتير قوي محتاجين نروح لهم، فمحتاجين نكون مساعدين لبعضنا البعض. لكن من أعواز القناة بنقدر نكون بنقدم، لكن أنتوا كمان تقدروا تكونوا سند معانا وتدوا بركة، وأنتوا كمان بتاخدوا بركات، مش بركة واحدة لكن في بركات بتعود على حياتكم. دي كانت حالة ست إنعام. تعالوا بسرعة نروح لحالة تانية باركناها برضو عشان نتبسط كلنا مع بعض النهاردة بمناسبة عيد الأم، وحلقة جميلة مميزة بوجود كل الأمهات قدام شاشة قناة الطريق. تعالوا بسرعة نروح لحالة أخونا عماد ونشوف إيه كانت حالته، إيه الوضع دلوقتي في الأسرة. عايزكم تشوفوا بعينيكم وتسمعوا بودانكم إيه اللي بيحصل وإيه اللي موجود في الواقع اللي هم عايشين فيه. الكاميرا هي أفضل حاجة بتتكلم، وأفضل من اللي إحنا بنتكلم كمان. الكاميرا بتورينا كل شيء على الطبيعة، حتى وإحنا ساكتين بنقدر نكون بنشوف بعنينا الوضع الطبيعي والوضع القائم مع أخونا أو أسرة أخونا عماد. تعالوا بسرعة مع هذا التقرير وارجع لكم مرة تانية، انتظروني بعد الفاصل. زي ما حضراتكم شايفين احنا النهاردة موجودين عند الأخ عماد. ده المكان اللي هو عايش فيه هو وأسرته، عنده 4 أولاد
السرطان عن طريق فيديو بارسي. هو قاعد زي ما احنا شايفين قاعد في بيت مش مصروف، فتحات في السقف هي خشب، يعني زي ما حضراتكم شايفين الميه بتنزل عليه المطر، تنزل عليه تتغرقوا في الشتاء والصيف، الشمس داخله زي ما انتم شايفين كده تخش من الاخرام المفتحه دي. لما يجيبوا اهو طب نقدر نتكلم معاه؟ اه ممكن نتكلم معاه وتقول له انا عايز اقول له الله يسلمك يا فندم. قول لنا كده على اللي انت حاسس بيه. اللي حاسس بيه حاسس لمؤاخذة مؤاخذة بجد حضرتك. ماشي؟ والجنب ده كله الجنب ده كله هيتقطع مني كده وقت. أعزائي مشاهدين قناة الطريق برنامج يا رب ارحم كلا ليسون، احنا النهارده جايين للمرة التانية عند الأخ عماد. الأخ عماد احنا كنا جينا سجلنا عنده من فترة بسيطة جدا، لكن للأسف احنا لما جينا البلد عرفنا ان هو توفى انتقل. النهارده جايين والمدام بتاعته ونعزيها، وقناة الطريق بتعزيكي. عزيش الباقية في حياتك. احنا جايين انا مش عارف اقول ايه الصراحة، بس المبلغ ده مبعوت لك من ايد المسيح ان يقدر تتعايشي منه الايام ديت. كان يعني احنا صدمنا الصراحة لما سمعنا ان الاخ عماد توفى. كنا عايزين نيجي ونتكلم معاه وعايزين نيجي نباركه ونفرحه، لكن اكيد هو حاسس بينا واحنا جايين نفرح اولاده. انت قبل التسجيل كنت قلت لي ان انت محتاجه باب، ان طبعا معكيش حد دلوقتي انت واولادك، واحنا زي ما شايفين الباب مكسر وشراعه ما فيهوش حتى الشراعه، يعني معموله بخيش بلاستيك، والشباك معمول ببلاستيك، يعني من السهل قوي ان حد يروح قطعه ويروح داخل، وتحتيه على طول طبعا السرير واولاده قاعدين. فاحنا بنطالب ابطال قناه الطريق وبنقول لهم احنا واثقين ان انتوا تقدروا تفرحوا قلبها وتقفوا جنبها وتجيبوا لها الباب والشباك. وكانت بتقول انت كنت بتقولي محتاجه ايه؟ محتاجة غسالة تغسل عليها، لأن هي كانت لما سجلنا عليها، كانت لما سجلنا مع الأخ عماد لما جينا المرة اللي فاتت كانت لسه جايبة البيبي، صح كده؟ وما تقدرش إنها تغسل على إيديها عشان معاها أطفال زي ما إحنا شايفين. معاها أربع عيال. معاكي مين ومين؟ معايا ماركو وشنودة ومارتينا وصميل. ماركو وانت شنودة. شنودة وانت يا توتا مارتينا. ربنا يخلي. عايز تقول ايه لبابا يسوع عشان بابا؟ انا بحب بابا واطلب من بابا عشان يشفي بابا وشفتينا. انت نفسك بابا يعيش وسطيك ويخف؟ اربع عيال. اربع اولاد. ثلاث اولاد وبنت. طيب تحبي تقولي ايه دلوقتي لكل اللي شايفيني وسامعيني؟ يا ريت يوم شايفين التامة، ويا ريت لو يعمل اي حاجة ربنا يكافئهم بكل خير. امين. احنا طبعا مقدرين اني جايين في مناسبة وحشة وكده، فاحنا مقدرين انها مش قادرة تتكلم، حتى احنا كمان ما دخلنا وسمعنا ان الاخ عماد اتوفى مش عارفين كمان نتكلم معاه. معايا اربع عيال يتامى وجوز ميت، ويا اللي ينزل اليتيم ربنا يديه. تحبي تقولي اي حاجة لمدام رانيا؟ ما
بقى متشكرين وربنا يقويكي. ورجعنا مع حضراتكم مرة تاني بعد ما شفنا التقرير بتاع أخونا عماد الأولاني وشفنا التقرير التاني زيارة تانية ليه مع مدامته بعد وفاته. وده الشيء اللي أنا كنت عايزة أكون بقوله لكم، إن أخونا عماد اتوفى بسبب الفيروس سي. طبعا ما قدرش يكون بيستحمل، وانا ما كنتش عايزه اكون بزعلكم بهذا الخبر، بس كان لازم اعرض معاكم الفيديو والتقرير مع مراته قد ايه كانت يعني شيء حزين جدا وشيء يعني احزننا جميعا، برغم ان النهارده مناسبه عيد الام، لكن شيء برضو احزننا. وهي ام لاربع ولاد، أطفال زي ما شفنا التقرير الأول، أطفال صغيرين. عايزين نقول لها النهاردة كل سنة وأنت طيبة، وربنا يقويكي لتربيتهم، ربنا يخليكي ليهم ويخليهم لك حبيبتي، وربنا يديكي الصبر والقوة لفقدان جوزك عماد. وبصلي إن ربنا يكون بيكمل معاكي في الوقت الجاي. شيء صعب جدا إن في عيد الأم ممكن نكون بنعرض شيء زي كده، بس عايزة أوريكم قد إيه إن الأم بتستحمل قد إيه بعد فقدان جوزها، وهي عيلة هم ولادها، منين تربيهم، منين تصرف عليهم، منين تكبرهم. أصبحت دلوقتي أم وأب في حياة ولادها، مش أم بس. احنا النهاردة بنكرم كل الأمهات اللي تعبوا وكبروا ولادهم وجوزوهم. يمكن يكون الأب مع الأم جزر، لكن دي هتكون أصبحت في مسؤوليتين، مسؤولية واحدة باتنين، مسؤولية أب وأم مع ولادها. أتمنى من رب المجد إن يكون بيثقل عليكم النهاردة. حابين تكونوا ابعتولنا رسائل سواء على الفايبر سواء على تليفونات مصر، لو حابين تكونوا بتساعدوا اكتر، حابين تكونوا كمان بتقدموا غسالة ليها في الوقت الجاي باسم يسوع، نكون بنزورها مرة تاني ونكون بنعددها وبنقف معها اكتر واكتر، ونشوفتوا حالتها صعبة قد ايه. وفعلا ربنا ودينا حقيقي، يعني يمكن يعني احنا فوجئنا بخبر وفاة اخونا عماد، لكن كان لازم نكون بنوصل لها البركة، ولازم نكون بنباركهم، وأمين يكون ربنا بيكمل معاهم في الوقت الجاي. أنا هنتظر منكم تليفوناتكم، محبتكم، تعليقاتكم، اللي حابب يكون بيروح كمان علشان يكون بيصلح لها الباب سواء مقاول أو نجار، حابب يكون بيقدم لها هذه الخدمة. الباب عندها متكسر، محتاجة غسالة، محتاجة بعض الأدوات المنزلية عشان تقدر تكون بترعى أولادها صح. فمن فضلكم استجيبوا معانا لهذا النداء، وكونوا معانا دايما متواجدين في برنامجكم يا رب ارحم بعمل الخير والرحمة. وتأكدوا الخير والرحمة اللي هتقدموا النهاردة هما كمان هيتبعينا كل أيام حياتكم إلى مدى الأيام زي ما الكتاب بيقول لنا. ووعود ربنا صادقة وأمينة وثابتة ولم تتغير أبدا. الإنسان بيتغير، لكن وعود ربنا لم تتغير إلى الأبد، تتغيرش، ثابتة وعود ربنا ثابتة. إلهنا إله صالح، بيسمع لينا وبيستجيب، وشايف كل قلب، وشايف كل نفس بتقدم سواء مجهود سواء حب سواء بذل، كل حاجة ربنا شايفها. هو قادر يكون بيعوضكم أضعاف أضعاف البركات اللي بتقدمها. خليك سخي، خلي إيديك مفرودة بالعطاء، خليك راجل جدع وست جدعة، وخليكم واقفين جنب الأم النهاردة في مناسبة عيد الأم. عايزين نقف جنب الأم دي، مرات يعني ما نسيبهاش،
نقف جنبيها اكتر واكتر عشان خاطر اولادها. معانا بعض التقارير اللي جات لنا من مراسلتنا نرمين في اسكندرية في دار المسنين، ومعايدين مع الأمهات اللي في دار المسنين في اسكندرية، فده يعني شيء جميل قوي. عايزة أقول لكم شوف شوف لما ربنا بقى بيشتغل. يعني أختنا إيمان اتكلمت من شوية في البرنامج وقالت أنا وإخوتي فقدنا أمنا، لكن حبينا نكون بنروح دار المسنين في بني سويف عشان نكون بنروح بنقدم المحبة والحب وبعض الهدايا لأمهاتنا اللي احنا فقدنا أمنا، لكن حبينا نروح لدار المسنين عشان نكون بنفرح بيهم وبنقدم لهم بعض الهدايا، وده الشيء الجميل اللي كلنا محتاجين نكون بنعمله. محتاجين حتى لو فقدنا أمنا زي نكون بنروح لأمهات تانية ونديهم الهدايا ونفرح قلوبهم. يمكن يكون ولادهم مش معبرينهم، ولادهم بعاد عنهم، في قساوة شوية من ناحية ولادهم، لكن الرب يدفعنا بقى احنا علشان نكون بنملى قلوبهم بالفرح والسعادة. هو ده الحب الحقيقي في مناسبة زي كده. يا ترى التقارير جاهزة معنا؟ تمام. تعالوا بسرعة نروح بالفصل الصغير وبعد كده هكمل معاكم عشان نقدر نكون بنعرض معاكم التقارير الجميلة دار المسنين في اسكندرية. تعالوا مع الفصل وارجع لكم بسرعة بسرعة، انتظروني. غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة، الدنيا غربة معتنا قلابة، غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة، الدنيا غربة معتنا قلابة. ارحمنا يا رب يا رب ارحم، يا صاقرب يا رب ارحم، وعدوني اخواتي وما تخلوا، ساعدوني ومجدي يا صعلوا، سندوني وبايدين بتشجع، كانوا طلباتي استجابة. بعد الحب ده ايه اللي تدي حنان كده
في ايه؟ دعوة حلوة فتحة سكة مقفلة، بعد الأم فيه يهدي باله اللي بعياله، الدنيا كلها مفتوحة له راضية عليه. بعد الأم فيه دعوة حلوة فتحة سكة مقفلة، بعد الأم فيه يهدي باله اللي في عياله، الدنيا كلها مفتوحة له وراضية عليه. قلبها فوق الخيال، اعمل لها تمثال اللي سهرت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جبال، اعمل لها تمثال اللي طيبت قلبها فوق الخيال، اعمل لها تمثال اللي سهرت اللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل سمحتك الجنة تحتك، ده اللي ربنا قال عليه. بعد اللي عملتيه اعمل ايه يوم في اللي وصلتيني ليه؟ بعد اللي عملتيه من حنانك من سمحتك الجنة تحتك، ده اللي ربنا قال عليه. من أول حياتي وهم همي بحب
قلبك يا أمي بيفكر في الهدف في دمي وعايش بيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم بعمري يا أمي من أول حياتي وهم همي بحبك يا أمي بيفكر في الهدف في دمي وعايش بيه بحبك يا أمي ورجعت لكم مرة تاني بعد الفاصل والترنيمة أو الأغنية مرة تاني أمي ثم أمي والآخر يوم في عمري هتفضلي أمي. الأم هي الأم حتى لو الولد أو البنت اتجوزوا وخلفوا وجابوا أحفاد هتبقى برضو الأم هي الأم، بتعتبر ابنها الكبير اللي متجوز واللي مخلف لسه طفل في عينيها، تفرح بجوازه، تفرح بأطفاله، وبيقولوا أغلى من الولد ولد الولد كمان، يعني يقولك أغلى من ولادي ولاد ولادي، يعني قد إيه تبقى الفرحة الجميلة لما بتشوف الأم تبقى جدة، تصبح جدة والجدة تشوف ولاد ولادها، بيبقى شيء جميل قوي، يعني جيل ورا جيل بيسلم جيل ورا جيل. لكن الأم هتفضل أم حتى لو عدى زمن، حتى لو الولاد كبروا وتجوزوا وخلفوا هتفضل برضو الأم. ولاد الصغير الكبار اللي اتجوزوا يبقوا لسه أطفال في عين أمهاتهم وأبائهم، عشان كده أمي مش هقدر اكون بوفيكي ولو جزء صغير من اللي عملتيه عشاني. كل سنه وانت طيبه يا ام والكل ام. زي ما قلت لكم احنا رحنا سجلنا في دار المسنين لبعض الامهات الجمال اللي هناك وقدرنا نكون بنتابع معاهم وبالهدايا بعض الكلمات الجميله والطبطبه والحنيه من برنامج يا رب ارحم قناة الطريق مع مراسلنا نرمين. يا ترى التقرير جاهز معانا نقدر نكون بنعرضه معاكم؟ يا امي تمام هنعرضه، يلا نروح بسرعة نتفرج معاكم على هذا التقرير من دار المسنين مع مراسلتنا نرمين من اسكندرية وأجمل أمهات هنشوفهم باسم يسوع. يا أمي شكرا 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 يا حبيبتي شكرا 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 يا أمي
يلا كل سنه وانت طيبه. كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة. مش دايما كده معانا، احنا جيناكوا عيد الأم اللي فات وبرده النهارده قلنا لازم ان انتوا تبقوا متواجدين معانا. ماشي خلاص. نطمن عليكي النهارده. عارفه ليه؟ بمناسبه ايه؟ عيد الام. النهارده عيد الام. كل سنه وانتي طيبه. انتي كويسه؟ مش محتاجه اي حاجه؟ لو محتاجه حاجه قولي لنا. ماشي؟ احنا مبسوطين ان احنا جينا نطمن عليكي. ماشي؟ طيب. تعبانه؟ شكرا 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 يا حبيبتي. شكرا 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 يا أمي. شكرا 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 يا أمي. لو تعرف حضنك بيدا فيها زين أو كلمة حلوة واوعى تقول أصلي مشغول جملة واحدة هي كويس تمام. انت اخبارك ايه؟ احنا جايبين لك النهارده حاجه بسيطه كده عشان عيد الام. مش محتاجه اي حاجه؟ احنا عايزين ايه يا طنط؟ انت صوتك حلو بقى. مش طول اللي خارجين بقى النهارده؟ اه يعني ايوه. يا قلبي ده حبيبي ولا بيزيه لما رأني خلصني لما رأني خلصني كنت في الخطية أسير وحياتي من دون تفكير من دون تفكير لكن يسوع لما رأني لما رأني خلصني لما رأني خلصني. جميلة يا طنط. كل سنة وانتي طيبة يا طنط. طيبة. بتقولي لنا ايه بقى النهاردة؟ ربنا يخليكي. تقولي لنا ايه النهاردة؟ عايزة اقول لك ايه؟ قولي النهاردة تتمني ايه اللي كل الناس عايزينك بشكرا؟ ربنا يحبك ويسعدك ويديك اللي انت عايزاه يا بنتي يا قادرة يا ام المخلص. ربنا يخليكي. وحياة ابنك الحبيب تديها اللي هي عايزاه. ربنا يخليكي يا طنط. على فكرة ماما دي كانت مسؤولة بجنيها والعذرة بالنسبة لبنت الحرم دي شافتني. استنى بقى. عشان انتي على طول يا بتقولي ترانيم وعلى طول بتصلي. الأول والمؤمن هنيان ينظر يسوع الجمال ويسوع الرجلين. ايه الكلام ده؟ مدينة شكرا شكرا يا أمي لو تعرف حضنك بعيدا فيها ازاي أو كلمة حلوة بتفرحها ازاي عمرك ما هتنسى. احنا جايبين لك حاجه حلوه النهارده. ماشي؟ هتقولي لنا ايه بقى النهارده في قناه الطريق؟ انت مبسوطه ان احنا بنجيلك؟ اه. ها؟ مش انت قلتي لي ان انا ببقى مبسوطه لما انتوا بتجوا؟ اه. تمام. عايزه تقولي حاجه ثانيه؟ انا طيبه. وانت طيبه. بابا يسوع. بابا يسوع معاكي. ماشي؟ ماشي. مش محتاجه حاجه؟ لا. سامعة؟ لو حتى النقطة إنك تقول الحق وإوعى تقول
عندهاش ربنا يديها. ماشي، هي سامعينا دلوقتي مدام رانيا في برنامج الجرايد. ربنا موجود دلوقتي. طول ما الرب معاكي مين عليا؟ بيقول لك لو حتى النقله تبص. عامله ايه؟ لا بقولك ايه؟ حاجه كويسه؟ كتابة جميلة جدا جدا. دي حاجة بسيطة ليكي. ها على فكرة انا الكتابة عجبني جدا. ها انت قلتي لي بقى بتبيعي الكتاب بكام؟ حاجة ب10. طب انا ينفع ادفع ثمنه؟ 10 ماشي؟ لا انا عايزة ادفع ثمنه. هي عاملة كتاب، الكتاب ده عجبني جدا. انا المرة اللي فاتت هي عطتني هدية بس انا عجبني وانا عايزة ادفع ثمنه. ده تمن الكتاب. ها ها ده تمن الكتاب اللي انت عطيتهولي ازاي؟ معلش خلاص عشان تفتكريني، عشان تفتكريني ليه؟ هي ما رضتش بقى تاخد تمن الكتاب وعطيتهولي ازاي؟ طيب وشكرا قوي على الكتاب وجميل جدا، عايزاكي تكتبي اكتر. ماشي تكتبي تاني. خلاص انا هاجي هتفرج على الحاجات اللي انت بتكتبيها. ماشي خلاص عشان هو عجبني جدا جدا جدا. ماشي صدقيني وعجب ناس كتير جدا. انا هطلبه كتير. ربنا يخليكي انت اللي كتاباتك حلوه قوي. ماشي انا هستناكي تكتبي حاجه تانية. ماشي خلاص قريب هاجي اشوفها. ماشي خلاص يلا كل سنه وانت طيبه. نرميني. أعزائي مشاهدي قناة الطريق، نقلنا لحضراتكم احتفالنا ومعايدتنا على الدار الألماني لرعاية المسنين والمسنات بمناسبة عيد الأم، وقد إيه إحنا كنا مبسوطين معاهم واتباركنا بزيارتنا ليهم. كانت معكم من قناة الطريق نرمين ويليام لأسكندرية. كل سنة وحضراتكم طيبين وكل أم بخير وسلام ودايما مبسوطة. يا أمي شكرا 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 من دار الألماني المسنين في اسكندرية. وشكرا لمراسلتنا نرمين وألف سلام وتحية ليكي والماما كمان. كل سنة وانتم طيبين. من أجمل التقارير اللي ربنا فعلا بيستخدمها عشان تكون بتعملها لنا. وكل سنة وكل أم بخير. عايزة أقول في نهاية برنامجي لكل ابن وكل ابنة، خلوا أمهاتكم جوه عينيكم ودايما دايما صلوا لهم ورعوهم. ولكل زوج بقول له خلي بالك من زوجتك لانها ام ولادك. مش هتلاقي احن ولا اطيب من زوجتك من ام ولادك على ولادك. مش هتلاقي اطيب من كده. بسرعه بسرعه قبل ما اكون بختم معاكم البرنامج، القصه دي حقيقيه فعلا، حابة أكون بختم معاكم البرنامج بيها. بس حقيقي نفسي أكون بوصل قد إيه فعلا الزوجة والأم مهمة في حياة الأسرة. كان في زوج وزوجة متجوزين عادي جدا، في يوم من الأيام حصل بينهم مشاجرة جامدة قوي، فاضطر الزوج ينفصل عن الزوجة ويستقر هو وعياله في مكان، والزوجة اللي هي الأم في مكان تاني خالص. وابتدى الزوج يتحمل مسؤولية الزوج والزوجة، الأم والأب. اتحمل الأم والأب هيعمل ايه؟ كان عنده طفلين. ابتدى يكون بيدور على شغالة تيجي تراعي ولاده. طب مين هيراعيهم؟ مين هيراعيهم؟ الأم اللي هي زوجته سابت البيت وهو أمر بكده، خلاص من هيراعيهم؟ فلازم يكون بيجيب شغال. طب الشغالة دي هتيجي كام يوم؟ وطلبت قد ايه؟ طلبت مبلغ كبير جدا، وهتيجي بس 3 أيام في الأسبوع عشان تكون بتنظف أو تعمل لهم الأكل. طب عايز حد يكون بيشتري طلبات، فابتدى يشوف واحدة تجيب الطلبات من تحت، شغالة تانية. طيب مين اللي يطبخ؟ ابتدى يجيب طباخة عشان تكون بتطبخ. طب مين يودي المدارس؟ ابتدى يشوف واحدة أو حد علشان يكون بيجيب من المدارس وبيودي المدارس، لأن الراجل مش فاضي عنده شغله. طيب مين اللي هيكون بيذاكر للولاد؟ لازم يجيب مدرس أو مدرسة ويدفع لهم برضو
علشان يكون بيربي ولاده. لازم المدرسة، لازم مراعية، لازم مذاكرة، لازم دراسة، لازم مدرس ومدرسة يقعدوا مع الولد ويفهموه لو هو الولد محتاج تدعيم أكتر في المنهج أو في الفصل الدراسي بتاعه. فكل ما يجيب حد يقول له احنا محتاجين مبلغ كذا، محتاجين مبلغ كذا، ابتدى يكون بيرصد المبالغ اللي هم محتاجينها، سواء الشغالة اللي هتيجي تنظف البيت، الشغالة اللي هتجيب الطلبات، الشغالة اللي هتيجي تكون بتطبخ للولاد، المدرس أو المدرسة اللي بيذاكروا الولاد، السواق اللي هيكون بيوصل الولاد ويوديهم ويجيبهم المدرسة. ابتدى يحسب ده كله ويقول لي خبر أبيض، ده بيتي كده اتخرب، أروح فين في المصاريف دي كلها؟ أروح فين؟ قد إيه فعلا حس في الوقت ده إن فعلا كانت زوجته اللي هي أم ولاده عامل أساسي في البيت في تربية الأولاد. وهتكون ليك أرخص بكتير من اللي هتكون بتدفعه للناس اللي هيكونوا بيجوا يرعوا ولادك، ومش هيكونوا زي الأم لما بترعى ولادها. فعايزة أقول لكل زوج، حافظ على زوجتك أم ولادك، وقول لها كل سنة وانت طيبة، وشجع أولادك يجيبوا هدايا ولو حتى رمزية لأمهاتهم، علشان دي سبب بركة وعمود أساسي في البيت. اوعى تزعل زوجتك، واوعى تزعلي زوجك، لأنه هو رأس البيت. وبكده أكون جيت لنهاية حلقتنا النهاردة معاكم في برنامجنا يا رب ارحم، ودي رسالة خاصة مني لكم. وكل سنة وحضراتكم طيبين، وكل الأمهات الأفاضل طيبين في كل مكان. بحبكم كتير كتير كتير، وأشوفكم فين الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد في نفس المكان. رب يكون معاكم وتصبحوا على ألف خير، وكله للخير. غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة، الدنيا غربة معتنا قلابة، غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة، الدنيا غربة معتنا قلابة. ارحمنا يا رب يا رب ارحم، يا صاعر رب يا رب ارحم، وعدوني اخواتي وما تخلوا، ساعدوني ومجدي يا صاعلوا، سندوني وبقدين بتشجع، كانوا طلبات استجابة. في كتير طرق وسط الحياة كانوا فيها ناس، وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق.